من جديد أهلا بكم في شعر ليس ترند اليوم ولا أمس، بل إن هذه القصة تتربع على عرش اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بداية من 11 من إبريل الماضي. قضية المحاكمة لنظر الدعوى المقدمة من الممثل الأمريكي جوني ديب ضد طليقته أمبر هيرد. القضية وبالتالي الترند يحمل كل يوم مستجدات تجعله يطفو على السطح مجددا. آخرها كان شهادة العارضة البريطانية كيت موس صديقة ديب السابقة بعد أن شهدت هيرد بإشاعة مفادها أن ديب دفع موس أثناء علاقتهما من أعلى السلم. لنشاهد هذا الفيديو ونعود إليكم. Did there come a time when you and Mr. Depp had a romantic relationship? Yes. For how long, Ms. Moss, were you and Mr. Depp a romantic couple? From 1994 to 1998. Ms. Moss, did there come a time when you, while you and Mr. Depp were a couple, that the two of you took a vacation together to the Golden Eye Resort in Jamaica? Yes. What, if anything, happened when you were in Jamaica with Mr. Depp? We were leaving the room, and Johnny left the room before I did, and there had been a rainstorm. And as I left the room, I slid down the stairs, and I hurt my back. How did you... And I apologize, Ms. Moss. Please continue. And I screamed because I was in, because I didn't know what had happened to me and I was in pain. And he came running back to help me and carried me to my room and got me medical attention. Did Mr. Depp push you in any way down the stairs? No. During the course of your relationship, did he ever push you down any stairs? No, he never pushed me, kicked me, or threw me down any stairs. Ms. Moss, have you ever before today testified in any kind of court proceeding? No, I have never. عادة ما تظهر الترندات وتبقى على القمة لفترة وجيزة وإن طالت ثم تختفي لمصلحة الترند الآخر، إلا أن هذا الترند لا يزال متصدراً وبنفس القوة منذ قرابة شهر ونصف، وهي ظاهرة لطالما تكررت. لكن السوشيال ميديا عموماً وعالم الترند مليء بظواهر وأشياء كثيرة تحتاج إلى مناقشة وتفسير كي نفهم أكثر هذا العالم وصناعته وخباياه. معنا اليوم من الإمارات العربية المتحدة عبر تطبيق زوم خبير مواقع التواصل الاجتماعي السيد طارق ثلجي. سيد طارق، ليحدثنا أكثر حول بعض الأمور ونفهم أيضا منه كيف يصنع الترند. سيد طارق، أهلا بك على شير. يعني في البداية أول ما يطرأ هنا إلى الأذهان اللي هي قضية جوني ديب وأمبر هيرد، يعني ولن يصدق، لم يتم تصديق هذا الموضوع حتى الآن. يعني أمبر اتهمت جوني ديب بأنه رجل أبيض ولن يتم تصديقه، إلا أن حصل ديب حتى هذه اللحظة على الكثير من التأييد. هنا أتحدث عن جمهور السوشيال ميديا، لماذا برأيكم وكيف حصد ديب على كل هذا التأييد من قبل الجمهور؟ هل السوشيال ميديا دور مهم لعبته في هذه القضية بالتحديد؟ مساء الخير. طبعا يعني انت لو تشوف التويتر مثلا، انتشر وسم اللي هو ستاند فور جوني ديب، وصل على تقريبا 15 مليار وسم، يعني هاشتاج عليه. بينما انت تشوف الحملات المؤيده لامبر هيرد، يعني وصل تقريبا 8 مليون شخص. يعني هذا بيعطيك مؤشرا الى حد ما انه الناس كلها تعاطفت مع جوني ديب اكثر منها. هذا لا يعني انه يعني هو صادق، في لسه قضاء هو اللي يحكم بالاخير، بس بعطيك مؤشر انه لاي شخص مثلا مش ملم بالقضيه، انا كشخص بسيط مثلا مش عارف كثير تفاصيل عن القضيه وشفت تويتر تلقائيا اتعاطف معه لانه شفت الناس كلها تعاطف معه. واكبر دليل على هذا الحكي مثلا عديد الممثلين هوليوود لم يدلوا باي تصريح الا ما شافوا الترند اصبح لكفه جوني ديب اكثر منها، فصاروا يعني يظهروا فيديوهات او تغريدات مؤيدة إلى جوني ديب. بينما في أول الجلسات
كان الكل يعني زي شبه ساكت لانتظار الحقائق طيب، كاملة. هل سيد طارق، هل من الممكن أن تشكل هذه الحملات على وسائل التواصل الاجتماعي ضغطا على المحكمة للتدقيق في النظر والتعاطف أيضا وكسب التعاطف أيضا مع جوني ديب؟ أكيد أكيد طبعا. يعني أنت لما تحكي 15 مليار 15 عفوا 15 مليار وسم بيحكي عن التعاطف معه، أكيد القاضي راح ياخذها بعين الاعتبار. طبعا هذا ليس دليل على براءته طبعا 100%، بس يعني هذا بيعطيك ترند عام انه الناس كلها بشكل عام مصدقه جوني ديب اكثر منها. فهذا الشيء يخلي حتى هيئه المحلفين انه تتعاطف شوي معه، وممكن تتأنى باصدار قرارها، وليس تتعاطف وليس انه تبرئه، ولكن تتأنى في اصدار القرار. طبعا التأني، لكن يبقى السؤال هنا سيد طارق، الى اي مدى يمكن ان تؤثر السوشيال ميديا على هذه القضايا بالذات برايكم؟ طبعا طبعا يعني السوشيال ميديا يعني اذا شفناها انت باخر السنين كيف اثرت على العديد من القرارات، يعني ازاحت حكومات وازاحت خاصه بما يسمى بالربيع العربي، يعني كان تاثيرها قوي جدا. فما بالك انت في محاكمه شخص في امريكا، ونحن نعرف انه في امريكا يعني الشعب عاطفي الى حد ما، يتاثر كثير بالقضايا الاجتماعيه اكثر منها من السياسيه. يعني ما الشعب الامريكي لا يأبه كثيرا بالموضوع السياسيه، فعندهم قضيه جوني ديب قضيه راي عامه، والناس حتى خارج المحكمه، يعني حتى القاضي عندما يدخل الى المحكمه يجد الاف الاشخاص خارج المحكمه حاملين يافطات تأييد لجوني ديب، فهذا الشيء ممكن يأثر على قراره. طيب طبعا اكيد بأثر. بالانتقال الى قضيه اخرى، يعني كان هناك بعض الترندات المضادة والمؤيدة. على سبيل المثال الانتخابات اللبنانية كان هنالك بعض الأشخاص مؤيدين للمقاطعة وبعض الأشخاص مؤيدين للمشاركة، وأيضا الأحزاب هناك من يؤيد هذا الحزب وذاك الحزب، ولكن جميع هذه الترندات كانت متصدرة السوشيال ميديا خلال هذه الفترة، فترة الانتخابات. تفسيركم لهذه الظاهرة سيد طارق؟ يعني هي ترند وترند مضاد. الترند اول شيء يصنعه مجموعه من الاشخاص ذو توجه معين، مثلا سياسي او اجتماعي او ديني، ويقابل الشخص الثاني المضاد له، سواء مختلف معه بالافكار الدينيه وافكار السياسيه وافكار الدينيه، يقوم يتعارض معه. في غالب في بعض يعني في بعض الاحيان هذا الترند ينقلب عليه، يعني ينقلب على الشخص نفسه، بحيث انه انت بتشهر الترند الاول، تخيل انه هذا الترند الاول يصبح ترند على الترند المضاد، يعني بيكون الترند الاساسي مش كتير قوي او كتير مشهور. الترند المضاد هو الذي يساعد الترند الاساسي على الوصول اكثر والشهره اكثر. يعني انت بالاساس عملت ترند على اساس الترند الاول. نعم. فيعني مش دائما الترند المضاد يكون نتائج ايجابيه. طيب. في بعض الاحيان يعني. سيد طارق، هناك نقطه نريد ان تفسرها لنا، يعني هنالك ما يسمى بالترند الطبيعي والترند العفوي او كما يطلق عليه بالصناعي. ما الفرق بينهما؟ يعني ما الذي يدفع الأشخاص لصناعة هذا الترند، تحدثون عن الطبيعي، وما الدوافع التي تدفع لصناعة الترند الصناعي؟ ما الفرق ما بين الترندات؟ يعني الترند الطبيعي هو الترند يحكي عن حالة معينة مجتمعية أو سياسية أو دينية معينة تحدث في الوقت الحالي، وهو كل الناس تراقبها وتشاهدها. مثلا الترند الغير طبيعي يعني هو عادة يكون لإرسال رسالة سياسية ما أو اجتماعية أو دينية ما، تقوم عادة عن طريق الروبوتات، يقوم بفعل هذا الترند المزور. يعني حتى إذا أنت ألقيت النظر على الحسابات اللي تقوم بنشر هذه الهاشتاجات، تجدها أغلبها يعني حسابات وهمية وفيش إلى صورة، والتاريخ إنشائها يكون قبل شهر وقبل شهرين، يعني ما في ناس بارزين يدعمون هذا الترند. طيب. أنا كمستخدم كيف أفرق ما بين الترندات الطبيعية والترندات الصناعية؟ يعني أنا كمستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي، يعني مثلاً خد شريحة معينة من هاشتاج معين، مثلاً خد مثلاً 20 30 40 حساب مثلاً، وشوف من أصحاب هذه الحسابات، تجدها معظمها يعني حسابات بدون صورة، حسابات وهمية تاريخ إنشائها قبل شهر أو شهرين، وهذا حتى حجم التفاعل عندهم قليل، وتجد عندهم مثلاً عدد التابعين قليل، وتجد أسماءهم غريبة، يعني فتصير عندك ريبة مش ريبة أو شك إنه هذا الترند يعني مصطنع، يعني مش طبيعي. نعم. طب سيد طارق، على عجالة من فضلك، يعني كيف لعبت السوشيال ميديا في السنوات الماضية دوراً مهماً في إيصال أفكار معينة للجمهور المتلقي والمستخدم للسوشيال ميديا برأيكم؟ طبعاً يعني هو السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، يعني الناس ممكن تتأثر بالسوشيال ميديا إما إيجابيا أو إما سلبا. طبعا هي منصات التواصل الاجتماعي دائما تقول إنه إحنا
ليس قناة ناقل، ليس قناة أخبار، إحنا بس إحنا جهة ننقل الأخبار من مصادر أخرى. فهذا يزيح شوي من المسؤولية، إحنا ليس مسؤولين على ما ينشر، إحنا فقط ناقل أو ناشر لهذا الخبر. فعديد من الناس، يعني عديد من الناس تحاول تتواصل مع هذه الأفكار أو هذه التغريدات على مسؤوليتها الخاصة. طبعا كل واحد يتبع هواء السياسي أو هواء الديني أو هواء اجتماعي، وغالبا الناس بدها تصدق الهواء الاجتماعي، يعني مثلا هواء أو هواء السياسي. إذا أنا مثلا متبع إلى جهة سياسية معينة، أي تغريدة تتبع أفكاري سأتبعها لأنه عاطفيا سأنجذب إليها. نعم، أشكرك، شكرا جزيلا لك سيد طارق ثلجي، كنت معنا من الإمارات، شكرا على كل هذه المعلومات.